المدرب هذا اللي تكلمنا عليه من خلال مشاركته في طوكيو بعد انتهاء المشاركة ومغادرته القرية الأولمبية. تعرفوا باللي اللجنة المنظمة بعد مغادرة كل وفد تكون هناك زيارة وكذلك رقابة لأماكن الإيواء. تفاجأنا بتصرف لا يشرف الجزائر ولا يشرف الشخص اللي راني نتكلم عليه، أنه باش ما نقولش كلمة أخرى يستولى على كل أغراض الغرفة. ما كلف اللجنة الأولمبية اون اموند اللي رانا هنا، حنا لازم كي نتكلموا بالوثائق. الأسرة الإعلامية تقدر تطالع على لا فاكتور اللي خلصتها اللجنة الأولمبية، لي دوماج اللي كلفها هذا السيد للجنة الأولمبية اللي تقدر ب 250 ألف ين ياباني. حنايا أكيد استمعنا لبرباري، نستمع كذلك للأخ زياني اللي راه موجود معنا على الهاتف. مساء الخير أخي زياني. مساء الخير خويا مراد. أهلا وسهلا بك ومرحبا. شكرا جزيلا أخي العزيز. راك أنت استمعت لمداخلة الأخ برباري الأمين العام للجنة الأولمبية، ما هو تعليقك فيما يخص هذه القضية اللي عرفناها احنا كصحفيين هذا الأسبوع؟ السلام عليكم جميع، وسؤال تاعك في محله، شكرا جزيلا عليه. أنا نعلم المشاهد الكريم بأن هذا المسؤول اللي أنا بور موا إلي إيريسبونسابل، راهو غير مسؤول، راح بعيد بعيد في تصريحاته الخطيرة جدا، تصريحات اللي مست بشرفي، بشرف عائلتي والسمعة، يعني السيد هذا أنا بالنسبة لي ما خممش قبل ما يهدر. السيد هذا هو راه هذا المشكل راه صار في طوكيو، هو يقول صار في طوكيو. احنا يا باش نعلم المشاهد الكريم أنا في طوكيو ما قعدتش، قعدت 10 أيام برك، باسكو دخلت محاوز انا والاثليت تاعي من طوكيو، باسكو ديرونجيناهم بزاف بالتدخلات تاعنا بليكيسيون تاعنا، ديجا ما جابوناش لي زونترينمون، ما جاوش معانا، كنا ليفري ان نو ميم. بون دونك انا كي دخلت درت تصريحات دون سو سونس، وهو كي جاو بون ما عجبهمش الحال على سكو جي دي باسكو سي ديفينيتي، ولا تلاقيتو قال لي نورمالمون ما كنتش تهدر هكذا، ما قال لي سي ديفينيتي ما لازمش تهدر. انا هدرتهم وانا درت رابور، كي دخلت انا درت رابور، راه شويه ميليتير شو كولونيل، جو دوا رونكونتر ا مون انستيتيسيون ا ما هيراشي، ودرت رابور الوزير اللي في ذاك الوقت تبقى كو جو دوني بار لو بيي دو مون اتليت او ميم بروب باش يقرا، وهدرت على كاع المشاكل اللي تلاقيناهم في طوكيو احنا ولا بحساب باكملها. بون من بعد هو يتهمني بتهمه كبيره لور دو كونسيكونس، et il n'a pas mesuré apparemment la portée. الغلطه تاعو هذه يقول بلي انايا استوليت على كامل واش كاين في الغرفه. الغرفه هذه يا سي مراد واش فيها؟ فيها مطرح بالكرتون، نقدر نبعث لك التصويره تاعو باسكو صورته ولفت وشفت اكسيتيرا، فيها ماطلع، فيها اون كويت، دو درا، ان اوريي، اي بوان بار. دونك انا واش راح ندير داير، وقبل ما ندو والله كي ابراهيم تم خذيت بالمرقه، قلت لها كيفاش انا ما عطاوناش دي سوفينير كيما توت لي ديليكاسيون اللي كانوا يروحوا لي جو اولمبيك، كو سو سوا او بريزيل ولا كيما راهم في باري، راهم يديروا ميم اون فيديو واللي يقول لك كاين لاكواد كاين دي سوفينير. وانا ميم كي رحت لفرنسا مع دي زاتليت اللي تلاقيتهم قلت لهم واش عطاوكم؟ قال لي عطاونا لاكواد وعطاونا بوكو دو كادو. احنا دينا انا والاتليت تاعي دينا لاكواد، وهذه لاكواد تدوها كاع الوفود الجزائري باكملها. دونك لو بروبليم يسو بوز واش ديت انا من بعد بار لاكويت، باسكو لاكويت داوها كامل. دونك انا ديت المطرح تاع الكرتون ولا ديت الماطله، نشوف لي جوار تاع ليكيب ناسيونال هابطين تاع الفوت، هابطين بانوريي سو لو برا، انا راني قاعد نتخيل في روحي هابط بماطله فوق ظهري هكذا، ولا الكيري هابط بماطله يلفي ميو. عيب وعار عليه يهدر هذا الهدر، عيب وعار عليه، عيب. قول لي الاخ زياني، من طوكيو الى يومنا هذا، الى اخر تحضير كنت في باريس هكذا، واش وي وي كنا في باريس اوميسيون. قل لي
هل كنت يعني تابع يعني بكل بطريقة عادية التدريب نتاع الاتلات هكذا التدريبات نتاع البطلة، وكذلك كنت يعني مسرح يعني عاطين لك تسريح ورخصة باش انت هو يعني انت هو المدرب من جهات أخرى يعني الوزارة ولا الاتحادية ولا لا؟ بيان سور انا عندي لوتوريزاسيون بور كوتشي مور اتليت سي مراد جلي في وقت سيد علي خالدي. نعم. ومن بعد سيد علي خالدي الوزير السابق. نعم. الوزير السابق انا كي لو كوندويت بار مسيو سبقاك وقال لي بريباري للاتليت هذه وراي لي جو اولمبيك. إل ما بارلي اون بيرسون وقال لي بريباري لي جو اولمبيك لي جو ميديتيرانيان اي سي سكو جي في. احنا يا اين سومان ا 5 جور اكزاكتومون دي جو ميديتيرانيا خرج هذا الخرجه قال لك باللي فوالا لاكريديتاسيون نعطوها لاتليت بصح ما نعطوهاش للكوتش. دونك كانت في الجزائر هذه وقتاش هذه لي جو ميديتيرانيا ولا لي جو اولمبيك هذو؟ لا لي جو ميديتيرانيا نتاع 2022. بصح من تم ما صبحتش مدرب تاعها ماشي الكوتش تاعها. لا من بعد انا كملت انا هدى راني الكوتش فيها في داري بالوسائل تاعي. لا فيدراسيون ما ساهمت ولا بدورو ملي ولينا من الجو اولمبيك وانا ندرب في الاتليت تاعي بريباراسيون اون الجيري شي موا اي اون ايو ني هي ني موا اوكان سنتيم موا جو سوي بينيفول لو بروبليم لو سوبوز با مي هي راهي تدرب في الدار تاعي في المنزل تاعي اي سي موا كي لي كاليفي. صح. لا كاين حاجه انت زياني الاخ زياني وانت تعرف راك يعني تعرف يعني الصفه تاعك تخليك تعرف اكثر. انت تعرف انه كان فيه قرار تاع السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون في خلال الالعاب البحر المتوسط على اساس انه يكون دعم كبير دعم مالي بالنسبه لرياضي النخبه والرياضيين اللي راحين يشاركوا الالعاب الاولمبيه. وهدى نعم. يعني الاتلت تاعك راح تشارك في الالعاب الاولمبيه، هل يعني تلقيتوا اموال والا لا؟ احنا يا نشكروا السيد رئيس الجمهوريه اللي قال لك مام اللي زاتات هذو يروحوا يدربوا في المريخ عطوهم يروحوا للمريخ. صح هذه سمعناها. احنا يا اون افي انا جي في مون بروغرام دو بريباراسيون قبل ما نتاهلوا، ديجا انا جيتي سيور بلي راح ناهل لاتليت تاعي يعني غير لي ذكرى انا لاتليت تاعي راني رحت جبت لا كاليفيكاسيون ملي جبت سي با فاسيل وجبت ميداي دور دخلنا شامبيون دافريك ملي جبت وهي تدرب في الدار عندي. ما جاوبتنيش ديتوا الاموال ولا ما ديتوش؟ ما جاوبتنيش. احنا دينا اموال لا فيدراسيون اللي بعثتنا عطاونا 700 مليون pour la préparation pour la qualification pour la qualification. واسنا عطاو لكم الاموال pour la qualification. خليني نقول لك زياني عطاو لكم اموال عطاوها لك يعني على اساس انت هو الكوتش تاع الهدى تاع بيان سور انا هو الكوتش والاموال عطاوهم لا فيدراسيون ما عطاو لي والو من الاموال هذيك تاع لا بريباراسيون. انا هما خلصوا النص وانا خلصت النص بريباراسيون على ليترونجي وهما مبرمجين في البرنامج تاعي. صح مبرمجين وما داهمش الاخر. راني حطيت الدوسي تاعي عندو دوك هذيك واحد السي موا ولا وي موا باش يرومبورسيولي في المينيستير قالوا له راح نرومبورسيولك ومي للاسف الى يومنا هذا ما رومبورسيوليش عطوني ورقه بلي راهم بعثوا الملف بور دوموندي لوتوريزاسيون مينيستير. صح. اون بليس دو سا ابري نوتر بريباراسيون جي في ان اوتر بروغرام دو بريباراسيون بور لي جو اولمبيك. بون المينيستير وافق عليه وقالوا لي با بروبليم وفيه كيني وفيه لاشا تاع اون ارم جديده باسكو لي زارم اون ايفولوي. نعم. اي لارم ما شريناهاش باسكو ما عطاوناش ماجير كو درتها في البروغرام تاعي. ولو لي بريباراسيون بريبارينا كيلكو كومبيتيسيون ا ليترونجي مي لا بلوز امبورتون باغ اكزومبل سي لو تيست ايفنت اللي حنايا دبرناه مع لي فرونسي باسكو انا ليسونس اون فرانس باش نروحو نديروه في الميدان اللي رايحين يديروا فيهم لي جو اولمبيك. معليش. وجبنا ودفعنا الملف كامل اللي كتير مي نو با بري اون كونسيديراسيون اون با بارتي. شوف سي زياني باختصار شديد بعد الشيء اللي وقع احنا خبرنا يعني باش نختم لانه قضيه وقت يعني المشاركه كيفاش راح تكون؟ هل هدى راح تشارك ولا ما تشاركش؟ هدى بغيت نسقسيك سي مراد نجاوبك بسؤال. انت طرحت لي سؤال انا نجاوبك بسؤال. تفضل. هدى هذه وراهي راني انا المدرب تاعها. نعم. عندي ورقه بالمينيستير اللي يقولوا بلي انا المدرب تاعها وعندي ان كونترا مع لا فيدراسيون بلي انا المدرب تاعها بينيفول ولازم انا اللي نرافقها الكامل لي كومبيتيسيون حتى لديسمبر 2024. نعم.
وهدا نهار اللي لا او لانفورماسيون قاعده غير تبكي، وهدا ما هي تاكل ما هي تشرب ما هي والو راه قاعده غير تبكي. اسكو حنا سي لو تيب سبورتيف لازم لا كونسونطراسيون لازم 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 لا بريسيزيون لازم. وهدا راهي دون زان ايتا دون زان ايتا متدهور. نعم متدهور. شوف السيزياني لا سول شوز بور رومونتي لو مورال سي de lui dire بلي هاو الكوتش تاعك باسكو يا صافي 10 ans que je suis en train de la coacher et c'est moi qui l'ai qualifié les jeux olympiques de Tokyo et c'est moi qui l'ai qualifié aux jeux olympiques de Paris من داري من داري. شكرا سي زياني. شو وي خويا زيد لك معليش اخر سؤال، ما هي القضيه عندها خمس ايام، حوالي خمس ايام منذ صدور القرار هذا، في هذه الخمس ايام تحركات تاعك انت وين وصلت؟ انا التحركات تاعي وين وصلت؟ انا راني في الدار هدرت مع هدر معايا كيف يسموه الدي تي ان قال لي هدى تجي تدي القش تاعها لو ميركوردي وانت يا راك افي ديفافورابل دي كوميتي اولمبيك. شكرا. دونك افي ديفافورابل مو جي ريان في مو كيس كو فو فولي كو جو فاس مو جي جي جو في جو في جو في استي هذا السيد اللي قاس لي شرفي سورتو قاس الجيش الوطني الشعبي اللي انا ننتمي ليه اون جوستيس مو لافير الفاتات تريتي بار لا جوستيس اللي عنده حقه يديه. مي انا من المعلومات تاعي دير ديزانفستيغاسيون اونتر تون هذا مسيو برباري في الـ في الـ في الـ في, الـ في التدخل تاعو في التدخل تاعو يهدر على القش باللي راني ديت القش ومن بعد في يوري لهم الفاكتور ما فيها اسمي اي يوري الفاكتور باللي فيها اسمي والله 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 واش فيها هذه الفاكتور اللي فيها 250000 باسكو القش كامل اللي في الاخر ونزيدو ندخلوه هو ما يسواش 250000. المهم هذه امور اخرى ويهدر اسي مراد يهدر على لي دوماج قال لك فوالا لي دوماج كي لا كوزي لي دوماج انا فهمت انا راني انجينيور اون باتيمون لي دوماج سا فو دير كسروا ولا داروا ولا ماشي داو يهدر منا باللي دينا قش ومن هي يهدر على لي دوماج. انا كي درت مون انفستيغاسيون تو سول لقيت لي دوماج وي كاين لي دوماج بصح لي دوماج ماشي انا اللي درتهم هما اللي داروهم بعد الديبار تاعي تحرقت لهم اون شومبر فما ومن بعد لي جابوني سي تو تافي نورمال يقولوا لهم لازم تخلصوا الترميم تاع لا شومبر هذيك. شكرا اخي زياني بارك الله فيك على كل هذه المعلومات. المشاهد بدون شك راه يلاحظ الاشارات تاعي مره ندير هكذا مره هكذا لانه رضا ماتم يطلب طلب الكلمه باش ممكن يطرح سؤال ولا استفسار. مساء الخير سي زياني. ما كاش مشكل لو سهلا بسير مساء الخير. هو رضا يتكلم معك رضا ماتم. مساء الخير سي زياني. والله يعني انتبهت الامر يعني غريب ليا لان ميدان الرمايه راهو في المنزل تاعك وكانه يعني هذه الفيدراليه ما وفرتلكش ميدان تاع رمايه. ما عندنا ابسط شيء هو كيما حنا فوتبول سي لي تيران فوتبول. انتم كيفاش هذه الفيدراليه ما عندهاش حتى ميدان يعني تاع رمايه؟ يعني نتاسف على هذه الاشياء. تفضل اختم سي زياني. سي ماتام نقولو بلي الفيدرالية عندها ستون في تيبازا. لو ستون كو جي في انا في الدار تاعي درتو في وقت كورونا جيتي كاليفي او جو اولمبيك اي لو مينيستر في ذاك الوقت الى فيرمي توت لي انستالاسيون سبورتيف ايتي فيرمي في الجزائر كل واحد عاد بالو به. دونك انا بور نو باريتي ما بريباراسيون جي كريي سو بوتي ستون بديتو بشويه وبعد نعمر فيه بشويه. مينتونون لو ستون اللي راني ندرب فيه انا بلي موان كو جي اشتي افيك مي بروبر سو على بالك 1000 مره خير من ستون اللي نونتري. شكرا سي زياني بارك الله فيك. مشكور اولا على المداخله وحنا في اطار اكيد الراي والراي الاخر. فوتنا المداخله بعد الندوه الصحفيه للسيد برباري واكيد التبرير تاعك والمداخله تاعك وهذا واش راه صاري حتى المشاهد يعرف انه الرمايه رياضه الرمايه لوتير هذايا واش راه صاير كيما تكلمنا على رياضات اخرى.